جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تكثر الاسئله شيخ صالح عن الرياء، هل الاصل في المسلم ان يكون مخلصا او قد ينتابه بعض الامور؟ الاصل في المسلم ان يكون مخلصا لله عز وجل. ما شاء الله الحمد لله. ولكن قد يطرا عليه شيء من الرياء بحكم انه بشر. الله المستعان. ولكن عليه ان يدفعه، اذا حصل له شيء من ذلك او عارض من ذلك فانه يدفعه ويتركه ولا يضره ان شاء الله. ان شاء الله.